يقول السائل: ورد في الحديث النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها خلقت من الشيطان، فهل هذا صحيح؟ ما خلقت من الشيطان، هذا ما هو صحيح. البل ما خلقت من الشيطان، والنهي عن الصلاة في مباركها الله أعلم بالحكمة، ما بين لنا الرسول ما هي الحكمة. يسمون هذا من التعبدي، يعني نطيع الرسول ونجتنب الصلاة في مبارك الإبل وإن كنا لا نعرف الحكمة في هذا. نعم.